مرحبا بكم في مدينة سلال، المدينة القديمة. رمضان مبارك سعيد. معكم عبد الصمد من القيصرية القديمة، القيصرية دار القفطان، بائع الملابس التقليدية للنساء، بنيتات وكبار وعيالات. وتندعيو الناس يجيو يزورونا في هاد العواشر هادي، وراه كاين ما يتشاف كاين ما يقدر. وحنايا اثمنا، حنايا معروف على مدينه سلا الثمن، مدينه سلا من قبل مني انا، وتاريخيا معروفه الثمن ديالها الثمن المناسب. علاش؟ حيت حنا عايشين مع الناس دراوش. الناس راه تيقول لك مدينه، حنا جينا حدا الرباط، بالمقارنه مع الرباط حنا راه لا اثمنه لا الجوده لا كل شيء، راه ديما الاثمنه عندنا مناسبه بزاف. حنا دابا العيد ما بقالو والو، الناس شنو كتبغي تفضل تشري؟ وبالنسبه لهاد العواشر هادي تتمشي هذوك حويجات صغار، وهادشي ديال اللي 27 بنيتات صغار تيبغيو يفرحوا بهم، وكاينين العزيبات اللي في اول الصيام ديالهم تياخذوا لهم قفيطنات، وكاينين الدراري اللي تيبغيو يديو لوالديهم كادويات قفطان قميص. المهم تتحرك واحد شويه الحركه، الله يجعل البركه. المهم هاد الايامات هادي راه ما 7 ايام ما يمكنش لا تغطي لا عام، راه 7 ايام راه تتحرك شي شويه، ولكن العام كامل راه حنا تنشهدوا واحد الركود اللي شويه ناعسه فيه القضيه صراحه. الله اهل مدينه سلا الصراحه، عرفتي شنو وقع لها؟ وقع لها بحال شي بنت زوينه في دارها، زوينه وبنت عائله وقاريه وغزاله وطوله وعرض وداك الشيء كاع اللي تتشهى الانفس، ولكن ما تجوجاتش. هذا الشيء هذا هو اللي وقع لمدينه سلا. يعني هذا الشيء هذا كامل هي خسروا عليها الملايين، عرفتي المشاريع اللي دارت في مدينه سلا، راه تنظن انا حتى مدينه في المغرب ما حطوا في هذه الاستثمارات ديال هذه الفلوس، ولكن راه الرواج ما كاينش. واش كتشوف الناس بزاف كتفضل مدينه دار الرباط ولا على مدينه سلا، ولا شنو المشكل فين كاين؟ وهي مع العلم ان فيها الرخا اكثر من بلاصه اخرى. لا دابا ولا واحد الناس ولات واحد الشريحه ديال الناس ما تتفكرش في الثمن اكثر من تتفكر في الموقع. الناس تيفكروا علاش يطلعوا الرباط، الرباط عندها وسائل نقل تتحطك في باب السوق، يعني تدخل يمكن لك عندك طوموبيلتك عندك فين تحطها، قريبه للسوق قريبه المهم كاع المرافق اللي بغيتها قريبه ليها. مدينه تاريخيه هذه راه الصراحه معضله كبيره هذه، وتندعيو الناس يجيو يزورونا، وراه ما يكون غير خاطرهم ويجيو يتصوروا معنا. تبارك الله عليكم، وعيد مبارك سعيد، ونتمنوا هاد الرساله توصل للناس ويجيو يزورونا وتوصل للمسؤولين يديروا شي مجهود باش المدينه تنوض. راه حشومه هاد المصاريف كامله وهاد الاستثمارات وهاد المشاريع دارت في المدينه، والمدينه الركود اغلبيه ديال المحلات سدوا حوانتهم. معكم رمضان مبارك سعيد، باش ما تمنيتو ان شاء الله بالخير والسلامه والتيسير. معكم طارق بالقوس، بائع الملابس التقليديه بمدينه سلا العتيقه، المحل عادل بن عمر الحاج مبارك. نتمنى هذا العام هذا يكون خير على الناس ويعود عليهم بالنفع، والحمد لله على كل حال. كنعرفوا بانه العيد على الابواب، واش كاين واحد الاقبال في الملابس التقليديه؟ الحمد لله كاين اقبال هذا العام، كاين اقبال، غير هو شويه الناس جايه مايله، كنقولوا الثمن كيجي مقاصح، رغم اننا ما كنغليوش بزاف على الكليان، يعني كنقولوا الاثمنه في المتناول، ولكن كاين بعض الناس يعني مابقاوش كيستطيعوا انهم يشريوا بالثمن اللي كنقولوا لهم. الناس شنو كتبغي تفضل؟ واش جلاله بجبادور؟ شنو الانواع؟ الحمد لله دابا الناس كتفضل اي حاجه، كتشري داك الشيء كتشوف عينيها، كتجي كتشري، اللي حطيتي تبيعه ان شاء الله. عيد مبارك سعيد، ادخل على الامه الاسلاميه بالخير والتيسير. وشكرا للجميع، وكنقول لكم مرحبا في محل علي بن عمر.